السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله يا ربي نعمل معكم طاجين ديال العنق دبيبي ببصله صغيره، كيجي رائع ونتمنى يعجبكم الفيديو. بسم الله على بركه الله. عندي هنا العنق ديال البيبي، بعد ما جبتهم ونقيتهم وغسلتهم مزيان ورقدتهم في الليمون وفي الملحه والسكنجبير، عاوتاني عاود شللتهم. عندي هنايا البصله هاد الصغيوره موجوده هنايا في الشمال، الصراحه نخضروا بها كتجي زوينه هاد الصغيوره هكا في هاد القياس. عندي هنايا واحد البصله مشلطه، ثومه، جوج سنان هكا كبارين محكوكين، الملحه على حسب الذوق، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه ديال القرفه والمعدنوس. عندي هنايا القرفه والسكر غير هما والزبيب. عندي هنا نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، نص كاس ديال الماء. غنعمل هاد العلق ديال البيبي، غنزيد عليهم هاد العطريه. الصراحه كان عندي كلشي مسته في بلاصتو، جات بتيب معلقه رونات لي كلشي. غنزيد دابا الزيت، غنزيد هاد نص كاس ديال الماء، ان البصله عطلق لينا الماء بزاف ما خصناش نكثروا الماء. صافي غنخلط كلشي. شد العنق دبيبي شربوا لينا ديك العطريه، والعطريه اللي غتبقى ليا فهاد السبيره غادي نعمل فيها عاوتاني البصله باش تاخذ العطريه ديالها. انتما بعد ما ستفتم هكا في الطاجين هاد البصله حتى هي تشرب هاد ديك العطريه اللي عملنا. غادي نعمل هاد الزبيب بعد ما غسلته، انا كنعمل هاد الكاغط باش كيزمط عليه داك الصه ديالو كيرجع عليه داغي الطاجين ديالنا كيطيب لينا الطاجين باش تقنوه عافيه مهيله وتعملوا له هكا الصه ديالو يرجع عليه داغي. هانتوما بعد ما شعلت البوطه كنقص العافيه هكا مهيله. تنعمل انا ضروري هاد الحديده اللي ما عندوش هادو، يمكن لكم تعملوا مقله ديال مسمن تعملي هكا الطاجين، صراحه كيطيب على خاطرو كيجينا رائع. هو من بعد ما طاب لي الطاجين ديالي غنزيد دابا عاد شويه ديال السكر هكا على الوجه، غنزيد شويه شد القرفه، غنخليه يدخل فيه ديك شويه القرفه وهذا والسكر، صافي ونطفي عليه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا من بعد ما وجد، تبارك الله كيجي رائع. البصله طابت هانتوما تجي دايبه، كيجي الصراحه زوين. كنتمنى تجربوه وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، يكون حتى هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. وتبارك الله عليكم، كنشكر الناس كاع اللي تابوناو عندي في القناه، وما تنساوش بارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم، والسلام عليكم.